أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. لا زالت الحرب مشتعلة بين الفنانة المغربية دنيا بطمة والإعلامية الكويتية ملعيدان منذ أن نصحت هذه الأخيرة دنيا وزوجها بتعليم الرقص والغناء لابنتهم حديثة الولادة غزل. وقد نشرت ملعيدان مؤخرا صورا لدنيا بطمة قبل خضوعها لعملية التجميل واصفة إياها وكل النساء المغربيات بالبربريات ليكون رد بطمة من نوع آخر. فقد نشرت دنيا تدوين عبر حسابها على سناب شات قائلة لكل متخلفة تسب وتشتم المغربيات: أقول لك المغربيات تاج رأس الكبير في عائلتك، أمانة أدخلي لكوك وشوفي صور البربريات الجميلات تاج رأسك، من تشوفين صورهم بتعرفين قدر بشاعتك وتختشين على عمرك يا فرس النهر. وأضافت: وقبل لا تنتقي بتاج رأسك المغرب البرابرة يا جاهلة، حطي في بوزج المنفخ والأزرق من كثر ما تدخمين، حطي عسل لأنه هذا المغرب اللي كبير بأهله وقايده الله يحميه. يذكر أن الدنيا بطمة قد أعلنت الحرب أيضا على ربيبتها حلا الترك، وذلك بعد أن هاجمتها هذه الأخيرة واتهمتها في برنامج مجموعة إنسان. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.